حلقة جديدة اليوم من أوتوموبيل متعاد نتعرف فيها على أجدد وآخر السيارات، واليوم حلقتنا بيغلب عليها الطابع الأوروبي، نتعرف على مين البريطاني، وأيضا سيارة جديدة من عند بورشي البانميرا توربو إس، وأيضا سيارة أيضا ألمانية هي بي إم دبليو 4 سيريز كونفرتبل، وكمان سيارة خاصة من رينج روفر أوتوبايوغرافي بقاعدة عجلات طويلة، وسيارة تانية أمريكية إم كي زد لينكن اللي تقدمت بدولة الإمارات. تابعونا. مين البريطانية لقت نجاح كبير من ثم تقديمها سنة 2000، واليوم عم تقدم جيل ثالث جديد بالكامل. هالسيارة بتحمل محرك جديد من 3 اسوانات سعة 1.5 لتر بيولد 134 حصان. وهذا الميني اللي عم تحكي عنها كريم عنده أكبر محرك من ميني كوبر من وقت ما نزلت بالأسواق، مجهزة بمحرك من 4 اسوانات 2 لتر توربو بقوة 189 حصان. وهذا المحرك ماخوذ من بي ام دبليو، شركة الام بي ام دبليو اللي كلنا بنعرف انه بتمتلك ميني كوبر. خلينا نشوف هالسيارة سوا. نجاح كبير عرفته سيارة ميني من وقت تقديمها بالعام 2000، واليوم يقدم الجيل الثالث منها اللي بالإمكان اعتباره جديد بالكامل بالرغم من الحفاظ على سمات التصميم المعهودة عند ميني واللي ساهمت من دون أدنى شك بنجاحها. أما من الداخل منلاقي مقصورة ميني التقليدية مع عدادات دائرية الشكل كما عرفناها مع الأجيال السابقة منها، لكن التغير الأبرز بيبقى بانتقال عداد السرعة ودوران المحرك من وضعيتها بالكونسول الوسطي لخلف المقود كما بالسيارات التقليدية. ميكانيكياً زودت ميني كوبر الجديدة مع خيارين من المحركات الجديد، المحرك الأول مؤلف من 3 أسطوانات سعة 1.5 لتر مع توربو قادر على توليد قوة 134 حصان مع عزم دوران ممتاز بيبلغ 220 نيوتن متر، أما المحرك الثاني المتوفر على طراز كوبر أس مؤلف من 4 أسطوانات سعة 2 لتر مع توربو عوضاً عن المحرك السابق سعة 1.6 لتر مع توربو، وهو بيولد قوة 189 حصان مع عزم دوران بيبلغ 280 نيوتن متر. من التجهيزات الجديدة أيضا على الجيل الثالث من ميني كوبر بنذكر منها نظام التحكم بنبض التعليق من خلال وضعيتين هن كومفورت وسبورت، كما هنالك 3 أنماط للقيادة هن ميد حيث هو النمط القياسي، سبورت للقيادة بشكل رياضي، وجرين للقيادة بطريقة صديقة للبيئة.
ام دبليو 4 سيريز الجديده لقيت نجاح كبير، وهالسياره الرياديه الكوبي صار عندها طراز مكشوف. هالسياره ايضا بتحمل محركين، المحرك الاول هو من 4 اسوانات سعه 2 لتر توربو بيولد 245 حصان، اما المحرك الثاني هو من 6 اسوانات سعه 3 لتر توين توربو بيولد 310 حصان. خلينا نشوف هالسياره سوا. بعد ما شكل اطلاق الطراز الكوبي من الفئه الرابعه حدث مهم بمسيره بي ام دبليو، اجى الكشف عن الطراز المكشوف ليشكل دفع جديد للفئه الرابعه اللي انضمت حديثا لعائله بي ام دبليو. والجدير بالذكر انه نسخه الكوبي حلت بديل عن اختها الكوبي من الفئه الثالثه. من الواضح انه خطوه الكشف عن الطراز المكشوف من الفئه الرابعه اجى بعد الانطباعات الايجابيه اللي رافقت اطلاق طراز الكوبي، وبتشترك السياره المكشوفه الجديده بالعديد من التقنيات مع اختها الفئه الثالثه، وان كان هناك فارق واضح بالحجم. وبتحمل السيارة الجديدة ملامح بي ام دبليو بشكل واضح، فهي رياضية وراقية بامتياز. تمتاز مقصورة الفئة الرابعة بفخامتها المطلقة، حيث استخدمت أفضل المواد وأجودها، وذلك ضمن توليفة رياضية فريدة. زودت السيارة بمقاعد جلدية رياضية كتجهيز قياسي، وبيتم ضبط المقاعد كهربائيا، وهي مزودة بأحزمة أمان مدمجة، وبتتوفر أيضا تقنية تدفئة الرقبة اختياريا، وبتشتغل أنظمة التكييف داخل السيارة على تنظيم حرارة المقصورة بحال طي السقف بشكل تلقائي حسب حرارة الجو وسرعة السيارة. أما الحزمة الرياضية عند السيارة فبتشمل إضافة للمقاعد كل من عجلة القيادة المميزة ولوحة العدادات والكونسول، وتم تنسيق كافة الأزرار والوظائف بشكل دقيق وعملي. وزودت السيارة أيضا بلوحة تحكم وتشغيل لنظام الملاحة، وكذلك لتشغيل نظام اي درايف للقيادة الذكية. وأتاحت بي ام دبليو لزبائنها إمكانية تخصيص مقصورتهم وتجهيزها حسب رغباتهم، مع الانتباه أيضا إلى أن حزمة أمن رياضية كذلك متوفرة، وذلك لإرضاء كافة الأذواق. في الرابعة كابريولي متوفرة حاليا مع خيارين من المحركات، المحرك الأول وهو الأقوى المثبت على سيارة بي ام دبليو 435i، وبيشتغل هالمحرك على البنزين وهو سداسي الأسطوانات، ومزود بتقنية الحقن المباشر للوقود مع تقنية فالف ترونيك اللي بتشتغل على تعديل انفتاح الصمامات تلقائيا حسب السرعة. وتوصل قوة هالمحرك ل 306 حصنة ما بين 5800 و 6000 دورة بدقيقة، أما العزم فبيوصل ل 400 نيوتن متر ابتداء من 1200 دورة بدقيقة حتى 5000 دورة بدقيقة. وبتقدر 435i بي ام دبليو الوصول لسرعة 100 كيلومتر بالساعة خلال 5.6 ثواني، وحددت السرعة القصوى ب 250 كيلومتر بالساعة. وبالانتقال للمحرك الثاني العامل على الوقود فهو رباعي الأسطوانات، وثبت على سيارة بي ام دبليو 428i، وبتوصل قوته ل 245 حصان ما بين 5000 و 6500 دورة بدقيقة، أما عزمه فبيوصل ل 350 نيوتن متر ما بين 1250 و 4800 دورة بدقيقة. وبتقدر بي ام دبليو 428i الوصول لسرعة 100 كيلومتر بالساعة خلال 6.4 ثواني، وربط كل محرك لعلبة سرعات يدوية من 6 نسب، وبتتوفر علبة سرعات أوتوماتيكية من 8 نسب بشكل اختياري. في شك انه رينج روفر بدلها ملكة الاوف رود، خاصة مع الجيل الجديد اللي تقدم هيديك السنة. وهالسنة صار في طراز اجدد اللي هو اوتوبايوغرافي بقاعدة عجلات اطول حوالي 18 سنتيمتر. مزبوطين، وايضا هالسيارة فينا نختارها حسب الطلب حتى اداء التفاصيل. وايضا سيارة متوفرة بمحرك من 8 اسوانات سعة 5 لتر سوبر تشارج بيولد 510 حصان. خلينا نشوف هالسيارة سوا. We'll be right back.
لا شك بأن رينج روفر لا يزال بيتربع على عرش فئته من سيارات الاس يو في الفخمه، والجيل الاخير منه اللي قدم العام الماضي بيلاقي حاليا نجاح هائل. ولكن الجديد اليوم هو تقديم نسخه اوتوبايوغرافي بلاك ال دبليو بي، اي مع قاعده عجلات اطول بمقدار 18.2 سنتي، الامر اللي بيساهم بشكل كبير على رحابه مقصوره الركاب، خاصه هون للجالسين على المقاعد الخلفيه اللي زودت ايضا بمقاعد متحركه ب 17 درجه. والجديد ايضا من نسخه بلاك شبك امامي جديد، عجلات بتصميم خاص الى جانب شعار بلاك. جميع مقاعد السياره عندها ذاكرتها الخاصه، نظام تكيف وتدليك للركاب، كما بيتمتع الجالسين على المقاعد الخلفيه بشاشات عرض قياس 10.2 انش. كريم، انت جربت بورش باناميرا بسلطنة عمان، بس اليوم عم بينضاف عليها طراز جديد اللي هو تيربو اس. هالسيارة هي بتحمل نفس محرك التيربو، بس ارتفعت قوته من 520 حصان وصولا ل 570 حصان، وصارت تنطلق من 0 ل 100 بحوالي 3.6 ثواني، وهذا بينعد رقم كتير مهم بالنسبة لسيارة 4 ابواب، يعني ابتدائيتها صارت سوبر رياضية. خلينا نتعرف على هالسيارة سوا. تربع باناميرا تيربو اس على راس هرم مجموعة بورش جراند توريزمو، مش النسخة الأقوى والأسرع من باناميرا بس، بل أيضا الأكثر فخامة على الإطلاق. للمرة الأولى على الإطلاق يمكن الحصول على باناميرا تيربو اس بنسخة اكزيكتيف ذات قاعدة عجلات أطول بمقدار 15 سنتي، اللي بيوفر حيز أكبر وراحة أفضل بالأخص بالمؤخرة. تتميز بورش باناميرا تيربو اس بلون خارجي بولاديوم معدني خاص بيعزز خطوطها الأنيقة، كما بتبرز ديناميكية باناميرا تيربو اس خلال عجلات تيربو 911-2 قياس 20 بوصة. منا أكبر من العجلات القياسية الخاصة بطرازات بورش جراند توريزمو، بل أيضا أعرض بكتير. أما بالنسبة لعاكس الهواء الخلفي رباعي الوضعيات، تم طلاقه باللون ذاته لجسم السيارة الخارجي. رفعت بورش قوة محرك باناميرا تيربو اس المألف من 8 اسطوانات سعة 4.8 لتر مع شحنات تيربو، مقارنة بطراز باناميرا تيربو بمقدار 50 حصان، من خلال تعديل عدد من المقومات. اعتمد المهندسين شحنات تيربو جديد بيحقنوا مزيد من الاكسجين بحجرات الاحتراق عند دورات مرتفعة وضغط كبير على دواسة الوقود، مع ضغطين جديد اكبر بيزيدوا تدفق الهواء. بالاضافة الى ذلك تم رفع ضغط حقن الوقود بمقدار 20 بار ل 140 بار، ونظرا لارتفاع الضغوط على مقومات المحرك نتيجة هالخطوط، لجأت بورش لصناعة المكابس من سبائك الالومنيوم جديدة واعتماد حلقات مكابس بطلاق خاص، كما ارتفع عزم الدوران بمقدار 50 نيوتن متر ل 750 نيوتن متر بين 2250 و 5000 دورة بالدقيقة، وقفز عزم دوران التعزيز الإضافي ل 800 نيوتن متر، نتيجة نهائية 570 حصان و 800 نيوتن متر من عزم الدوران.
ذات سيارة أمريكية فخمة تقدمت بدولة الإمارات. وأيضا خلينا نشوف تقرير خاص عن هالسيارة ومقابلة مع رئيس مهندسين فورد بالشرق الأوسط. زياد دلالة، أنت رئيس مهندسي فورد بالشرق الأوسط، واليوم نحن موجودين بجايتاكس لتقديم سيارة جديدة بالكامل من مجموعة فورد، وهي بالتحديد لينكون MKZ. شو فيك تخبرنا عن هالسيارة وليه اخترتوا معرض جايتاكس الإلكتروني لإطلاق السيارة الجديدة؟ مرحبا، أول شيء بدي أرحب فيكم معرض جايتاكس بانطلاق اللينكون MKZ الجديدة. مزبوط، احنا عم نبلش بانطلاق MKZ من معرض تقنيات تكنولوجي، مو معرض سيارات. الميزة هي التقنيات الموجودة بقلب السيارة، تقنيات بعض منا وكثير منا ما موجود بأي سيارة منافسة بهي الفئة. تقنيات كثير متعددة، بعض منهم إذا فيني بعض منهم اللي احنا عم نسميه لينكون درايف كنترول، اللي هو شو؟ طريقة تحكم بقيادة السيارة على طراز لينكون. هي التقنية تتكون من ثلاث تقنيات ثانية، واحدة منهم اسمها CCD، ثانية اسمها AMC، وثالثة اسمها EPAS. طيب شو هدول؟ شو هن؟ أوكي، CCD هو نوع فيك تقول مثل الإلكتروني لنظام التعليق، بشوك أبزوربرات، عندك سنسرات بتحس الطريق، هي واحدة، تبعت المعلومات على كمبيوتر. عندك نظام القيادة الإلكتروني اللي هو EPAS، كمان بيبعت معلومات على الكمبيوتر. هدول التنتين بيشتغلوا مع بعض ليعطوك سيارة رياضية بس مريحة. طيب انت كسائق كيف فيك تتحكم؟ تتحكم من خلال أزرار، 5 أزرار. عندك الدرايف مود وسبورت مود. أول ما تحدد المود هي بتعطيك البرمجة تبعت هالمود، يا مريحة يا رياضية. هي تقنية غير متوفرة عند المنافسين الرئيسيين للينكون. مظبوط، في هاي الفئة اللي هي الفئة الفخمة المتوسطة الحجم، المنافسين للMKZ ما عندهم كل هالتقنيات مع بعض في نفس السيارة. هلأ احنا في رأينا انه هي اهم شيء انه هن ثلاثتهم يكونوا مع بعض يشتغلوا مع بعض ليعطوك المردود المطلوب. هلأ واحدة من اهم التقنيات اللي انا لساتني ما حكيت فيها هي الANC اللي هي Active Noise Control، تقنية بلشنا احنا نشتغل عليها من قبل 10 سنين. شو هي؟ تتكون من ميكروفون وسماعات، اهم شيء انه هي تعزل الضجيج الخارجي والضجيج تبع المحرك من ما يدخل على الداخل. شو بتعمل؟ تيجي داخل الضجة، الميكروفونات تستقبلها، ترجع تبعت رسالة ضد، الرسالتين بيقوموا بيمحوا بعض، بيعطيك داخل السيارة أهدأ. هاي واحدة. الشغلة الثانية اللي أنا بحب أشتغل عليها إنه السيارات فيها ميكروفونات تعطيك صوت اللي إحنا بدنا إياه، صوت الحلو اللي هو صوت المحرك. هذا كمان نخترعه إحنا شوي وبنعطيه للراكب السائق. هل هالتكنولوجيا اللي عم نشوفها اليوم على اللينكون، هل هي مبرمجة تم برمجتها بالأحرى لا تناسب طرقات الشرق الأوسط وأجواء الشرق الأوسط، ولا هي ستاندرد ما بين العالم ومنطقتنا بالتحديد؟ في بعض منا ستاندرد وفي بعض منا للشرق الأوسط. هلأ احنا كل سيارات فورد ولينكون قبل ما تنزل على منطقة الشرق الأوسط تجرب بالمنطقة. شو بقصد جرب بالمنطقة؟ جرب خلال سنة وفي كل المنطقة من لبنان للإمارات للسعودية. بدنا نتأكد من شغلتين، 1 السيارة ملائمة بالمناخ العنا والطرق العنا والاستخدام العنا. في شغلات بنغيرها، يعني فرضا برمجة المراوح للتكييف والمحرك بيختلفوا هون شوي من أمريكا. برمجة ناقل الحركة اللي بيعطيك العزم امتى بيعطيك يا كمان بيختلف شوي. ليش؟ لأنه العميل بالمنطقة بده سيارة شوي رياضية أكثر من العميل بأمريكا، فبنعطيه العزم أبكر. فاختلافات صغيرة. في بعض من الأغراض اللي هي ستاندرد بالسيارة هون أوبشن بأمريكا. معناتها شو بقصد؟ عنا الزجاج، الإزازة البلور الأمامي واقي من الصوت، عنا الشريحة
بين بقلب الازاز تحمي من الصوت الخارجي. هي ستاندرد تجي باللينكن ام كي زد. غير مناطق لازم تطلع على الاوبشن مشان تجي. ليش؟ لان احنا هون عندنا بالذات منطقه الخليج طرق كثير واسعه وكثير سريعه فالصوت كثير بأثر. شكرا زياد، شكرا، موفقين. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. موعدنا بيتجدد الاسبوع المقبل بنفس الوقت. باي باي.